هذه التهنئة للعرسان الغالين أمجد عبد الله حافظ والعريس عبد الرحمن مجاهد حافظ، مقدمة من أحمد يحيى عقبة ويوسف راشد وأيمن العري وكمال العري، فألف ألف مبروك ودام الله السرور. أنا يا دانيا 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 دان أنا يا دانيا دان أنا يا دانيا دان يا ليل ودانا دان ودانا ودانا دان ودانا لحن ما شلبه مخلوق بنا احنا وقفيها على اجمل لحون الشوق زفاف يدعى للذوق لحن ما شلبه مخلوق فرح بماضيها وتاليها تمالينا من الأعماق تسابق لمعة البراق وفرحة باللقى خفاق وتتهنى لها ودانا دان ودانا ودانا دان ودانا لحن ما شلبه مخلوق بلحن وكفيها من الخاف وقودة وشوق القلب بزيادة إلى الغالي بميعاده من ولك نهدي من الإحساس معزوفة نغنيها ودانا دان ودانا ودانا دان ودانا لحن ما شلبه مخلوق في لحن وقفيها إلى الغالي ألف مبروك من أهلك ومن حظوك وفي يوم العرس يهدوك حالها وغاليها من القاضي وعطر العود من أغلى زهر وورود نبارك فرح بماضيها وتاليها تمالينا من الأعماق تسابق لمعة البراق وفرحة باللقى خفاق وتتهنى لها ودانا دان ودانا ودانا دان ودانا لحن ما شلبه مخلوق بلحن وقفيها من الخاف وقودة وشوق القلب بزيادة إلى الغالي بميعاده من ولك نهدي من الإحساس معزوفة نغنيها ودانا دان ودانا ودانا دان ودانا لحن ما شلبه مخلوق في لحن وقفيها إلى الغالي ألف مبروك من أهلك ومن حظوك وفي يوم العرس يهدوك حالها وغاليها من القاضي وعطر العود من أغلى زهر وورود نبارك حصرياً على قناة عدنان الغزلي للإنتاج الفني.